من حكومة تصريف أعمال تخالف الدستور إلى حكومة تمارس الكيدية. وقد تضمنت الفقرة الثانية من قرار الحكومة نصاً يشكل فضيحة. فوضع جدعون الآدمي وصعب المراس والمتعب كما يصفه محبوه وكارهوه خارج مهامه. وهنا السؤال، من أجاز للحكومة اتخاذ قرارات نيابة عن رئيس الجمهورية؟ لكن الأخطر أن قرار وضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، علما أن لا تعليق حتى الساعة صدر عن وزير الصناعة جورج بوشيكيا. عشنا وشفنا الاو تي في والام تي في على قلب واحد بفرد مالكي، مبروك. طيب خلص ام تي في القطو الام غطوا هيك ورجع برموها وحده البس، بتصير او تي في محطة واحدة وبيضلوا احسن منكم 100 مرة. هوليك بالقليل متصالحين مع حالهم، هوليك الكل فاسدين ما عدا الجنرال وجبران بسيل. انتو شو لسا كنت تاخدونا مطرح ما بدكم؟ يعني ساعة جبران ما بيسروا ساعة جبران شيخ الشباب؟ انه الاو تي في مينيموم تفتح على بوشيكيون لانه جبران بسيل مش قادر يدعسوا بالسرماتو يعني. بس انتو ليه ما تخزوني؟ ليه حبيبي؟ واقفين مع جدعون لانه مسيحي؟ طيب بوشيكيون شو؟ سيخ؟ لا هندوس انا بقول. طب ما تطلعوا شوفوا، فوتوا فلفشوا بالملف قبل ما تحكوا طائفي، شوفوا شو فيه. بركة الزلمه ما بيسوى، بركة الزلمه فاسد لا سمح الله. تعالوا اخبركم الخبريه، بركة ما بتعرفوها. اجوا ناس ببالون اشتروا شقه حطوا حقها 500-600 ألف دولار، بعد شوي اكتشفوا انه هيدا جدعون اللي عم تدافع عنه يا مسيو ميشيل، عطي رخصة لمصنع تحت بالديبو، مصنع لازم يكون بالمدينة الصناعية وبس. عطي رخصة مصنع تحت بالديبو بقلب بنايه سكنيه بس لانه صاحب البنايه عوني. ايه وهيدا الجدعون اللي عم تدافع عنه قال لي ملفك هالقد بالنيابه العامه البنيه. ايه لا لانه انت هلا راضي على جبران بسيل لازم تثبت له جماعته ولازم نحن نصدقك. ايه ما انت قلنا اي ساعه لازم نحب جبران بسيل واي ساعه ما لازم نحبه. لك يا بطني ربك. بتعرف شغله؟ اجى الوقت انه هيدا قانون الاعلام اللي حاصر الاعلام المرئي بايدين خمس محطات بيديروا الراي العام مثل ما بدهم، اجى الوقت انه هيدا القانون يتعدل وينفتح الاعلام للكل. طولوا بالكم وشوفوا، هيدا قانون الاعلام اللي انعمل على ايام الوصايه السوريه اللي انتم ضدها اجى الوقت انه يتعدل.